أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه للأسبوع 13 من كتاب اللغة والأدب، تحديدا الوحدة الثانية وهي بعنوان فن الرواية. إذن هدف حصتنا اليوم هو توضيح الخطوط العريضة في الأسبوع الثالث عشر. أذكر بأبرز المفاهيم الرئيسة بهذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو الإبداع. نحن لاحظنا كيف أبدع غسان كنفاني في وصف معاناة الشعب الفلسطيني أثناء تهجيره من مدينة حيفا من خلال قصة متسلسلة أحداثها، وستبدعون أيضا من خلال الأعمال التي ستوكل لكم، أعمال متعددة، ستتقمصون شخصيات، ستقومون بالكتابة الإبداعية، ستقومون بأعمال صفية مختلفة كالرسم والترتيب، ترتيب الأحداث، وهذا كله يندرج في إطار الإبداع. أما المفهوم ذات الصلة، السياق والأسلوب، ما علاقة السياق والأسلوب في نقل المشاعر؟ لها علاقة وطيدة جداً بالتأكيد. أما السياق العالمي هو الإنصاف والتطوير، بين قوسين تخيل مستقبل واعد. نحن نأمل خاصة في ظل ما نواكبه من أحداث وتغيرات أن نصل إلى مستقبل خالي من الحروب، خالي من الويلات، وهذا ما يتمناه كل إنسان. عبارة الاستقصاء يعكس أسلوب الكاتب وإبداعه معاناة الشعوب في ظل النزاعات سعياً نحو مستقبل أفضل. إذن لقد أبدع الكاتب، أقصد غسان كنفاني، في نقل معاناة الشعب الفلسطيني بما عانوه في النكبة سنة 1948، وذلك لتحقيق الحرية والوصول إلى مستقبل أفضل. إذن موضوعات أسبوعنا ستكون الجزء الثالث من الرواية. كما تلاحظون في كل جزء نملك مجموعة من المفردات الجديدة التي نفسرها ونستخدمها في يومياتنا، وهذه المفردات موجودة في كتيب اللغة والأدب صفحة 36. كما سنتعرف أو سيظهر في المحيط شخصيات أخرى كشخصية إفرات كوشن وزوجته مريم. سنعرف دور هذه الشخصيات وما علاقتها بأحداث الرواية. سنتحدث عن دلالات وصور فنية، وهذه ما لها علاقة بالكتابة الإبداعية التي ستقومون بها وهي كتابة مقالات تحليلية. أذكر أن المقال التحليلي يندرج فيه المقدمة لماذا ندرس الأدب، ثم الكاتب معلومات عنه، ثم العنوان عنوان روايتنا عائد إلى حيفا ومدى ارتباطها بالأحداث الموجودة فيها، ثم الشخصيات الزمان والمكان وملخص للأحداث، ولا ننسى الربط بعبارة البحث التي ذكرتها قبل قليل. وما رأيك أيضا بهذا العمل؟ ومن موضوعات هذا الأسبوع أيضا مادة التربية الوطنية الدرس الثالث كما ترى، وهو بعنوان المواطنة العالمية. كنا قد شرحنا أعزائي الطلاب مفهوم المواطنة، المواطنة المحلية، وقمنا بالتعريف كيف يمكن أن نكون مواطنين فاعلين في المجتمع. الآن سنعكس هذا المفهوم على العالم. سنتعرف إلى مفهوم المواطنة العالمية، أهميتها، أبعادها، والتحديات التي تواجهها. إذن من أبرز المفاهيم والمصطلحات التي سنركز عليها هنا هي المواطنة العالمية Global Citizenship. أما مهارات التعلم التي سنستخدمها، استخلاص النتائج والسبب والنتيجة من خلال العمل الجماعي التعاوني ومهارة التواصل. أذكر أن المواطنة العالمية هي شعور الفرد بالانتماء للمجتمع الدولي والإنساني، وليس فقط الانتماء إلى دولته أو مجتمعه. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع 13. أتمنى أن تعودوا إلى صفحات المنصة التعليمية والتي تقوم بشرح الدروس ووضع المصادر المتاحة لكل درس بشكل منفصل،
وهكذا تستفيدون بشكل أكبر. أراكم في دروس قادمة، طبتم وطاب يومكم، بكل أمل وخير.